ترأس وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبي ومحافظ حضرموت موخوت بماضي بمدينة المكلا ترأس اجتماعا صحيا لمناقشة التحديات والصعوبات التي يواجهها القطاع الصحي في المحافظة، وناقشوا أوضاع هيئتي مستشفى ابن سيناء بالمكلا وسيئون العام. واستعرض الاجتماع الذي ضم وكلاء وزارة الصحة ومحافظ حضرموت ومدير مكتب الصحة بساحل حضرموت ورئيس المجلس الطبي الأعلى بالجمهورية ونائبة رئيس المجلس اليمني للاختصاصات الطبية بالمحافظة ورئيسي هيئتي مستشفى ابن سيناء العام بالمكلا وسيئون العام التدخلات العاجلة لمعالجة احتياجات الكوادر الطبية والفنية والإدارية في هيئة مستشفى ابن سيناء بالمكلا وسيئون العام بما يضمن استقرار الخدمات الطبية وسد الالتزامات تجاه الموظفين والمتعاقدين. كما أقر الاجتماع تفعيل أقسام جراحة العيون والمخ والأعصاب والأنف والأذن والحنجرة بهيئة مستشفى ابن سيناء. وناقش الاجتماع توصيات المؤتمر الدولي الأول لتحديات الرعاية الصحية الذي دعت إليه ومولته السلطة المحلية بحضرموت ونظمه المجلس اليمني للاختصاصات الطبية والصحية بإشراف من المجلس الطبي الأعلى بالجمهورية بهدف رسم استراتيجية شاملة للارتقاء بالقطاع الصحي وبمشاركة أكثر من 500 طبيب وطبيبة. وتمت خلاله مناقشة أكثر من 30 بحثا علميا يلامس التحديات الصحية في المحافظة وعموم المحافظات. وفي ختام الاجتماع تم إقرار جدول زمني لتنفيذ توصيات المؤتمر مع تسمية الجهات المسؤولة عن تنفيذها، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الصحية وتحقيق نقلة نوعية في الخدمات الطبية المقدمة لأبناء حضرموت.